السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع في درس الدالة الأسسية النيبيرية مع التمرين الشامل رقم 2. إذا نبدأ على بركة الله بقراءة معطيات التمرين. نعتبر الدالة F المعرفة بما يلي. إذا الدالة معرفة على R، F لإكس تساوي X ناقص 1 عامل أوم 1 X. السؤال 1، أحسب نهايتي F. بطبيعة الحال هنا عند محدات مجموعة التعريف، يعني عند ناقص لانهاية وزائد لانهاية. إذا نبدأ بحساب نهاية F عند زائد لانهاية. إذا ليميت دو F دو X بلس لانفيني، إذا ليميت ديال X ناقص 1 عامل E ناقص X عند زائد لانهاية. طبيعة الحال هنا قبل ما نبداو نحسبوا النهاية، ضروري ما نذكركم بالنهايات الأساسية واللي خصكم تضبطوها بشكل جيد. إذا النهاية ديال او اكس بلس لانفيني كتعطينا بلس لانفيني، النهاية ديال او اكس في موال لانفيني كتعطينا صفر بلس صفر بلس، لأن أحيانا كنحتاجو هاديك صفر بلس. كذلك عندنا او موان اكس تساوي 1 على او اكس. عندنا ا اس ناقص ان راه هي 1 على ا اس ان. اذا نفس الكتابه. اذا نكمل نهايه اف عند بلس لانفيني. دائما في البدايه نعوض بشكل مباشر. اذا عندنا او عندنا هذا التعبير اكس ناقص 1 النهايه ديالها في بلس لانفيني راه غتعطينا بلس لانفيني. اذا هنا غتقول بلس لانفيني، وعندنا او موان لانفيني هي صفر، يعني او موان بلس لانفيني يعني هي او بلس موان لانفيني، و او موان لانفيني غتعطينا صفر. اذا صفر بلس لانفيني شكل غير محدد، وبالتالي خصني نحيد داك الشكل غير محدد. اذا غادي نحاول نحيد الشكل غير محدد من خلال اما التعميل او في هذه الحاله غادي نديرو النشر. اذا عندنا ليميت في بلس لانفيني غادي ننشر. اذا اكس مضروبه في او ناقص اكس، اذا اكس او ناقص اكس ناقص 1 مضروبه في او ناقص اكس، اذا هي ناقص او ناقص اكس. جيد، اذا عندنا ليميت. اذا اكس على او اكس، قلنا او ناقص اكس راه هي 1 على او اكس، اذا كتعطينا اكس على او اكس ناقص 1 على او اكس بلس لانفيني كما وريتكم في العلاقه السابقه. دابا غادي نكلي نعوض بشكل مباشر. اذا عندنا ليميت ديال او اكس على اكس في بلس لانفيني، هذه نهايه اساسيه كتعطينا بلس لانفيني. وحنا عندنا الليميت ديال اش ديال 1 على اكس على او اكس بلس انفيني، اذا غتجينا 1 على بلس انفيني يعني هي صفر. اذا النهايه هنا غتعطينا صفر، 1 على او اكس النهايه ديالها في بلس انفيني هي 1 على بلس انفيني اي هي صفر. اذا كتعطينا صفر، علاش؟ لان الليميت ديال اكس على او اكس في بلس انفيني كتعطينا صفر. علاش هادي؟ لان الليميت هاد اكس على او اكس راه يمكن لي نكتبها على شكل 1 على او اكس على اكس بلس انفيني، كتعطينا 1 على بلس انفيني هي صفر. هانتوما شوفوا معايا مزيان، عندنا ا على بي هي 1 على بي على ا، لان 1 على بي على ا هي واحد في المقلوب ديال بي على ا، هي واحد في ا على بي. اذا نفس الكتابه، ا على بي هي واحد على بي على ا، داكشي درناه. و ليميت ديال واحد على او اكس بلس انفيني راه هي صفر. اذا هنا واحد الحاجز، شي هذا في الوسخ والاخر في ورقه ديال التحرير. نكمل النهاية في بلس لانفيني أو في موال لانفيني. إذا ليميت إف لإكس في موال لانفيني
هي الليميت ديال اكس ناقص واحد او ناقص اكس في موان لانفيني. هاد او ناقص اكس هاد الكتابه هادي راه يمكن لي نغيرها شي شويه، ماشي بالضروره نخليها بداك الشكل. اذا يمكننا نديرو الليميت ديال اكس ناقص واحد او ناقص اكس، قلنا هي واحد على او اكس، اي هي او اكس هاد الشكل هذا. اذا نفس التعبير، غيرنا غير الصيغه ديال الطريقه باش مكتوب. الا درنا التعويض المباشر في المقام غادي يجيني في البسط غادي يجينا موال لانفيني، وفي المقام يجينا او موال لانفيني اللي هي صفر بلس، وواحد على صفر بلس راه هي بلس انفيني. اذا بلس انفيني في موال لانفيني غادي تجينا موان لانفيني، لان قلنا الليميت ديال اكس ناقص واحد في موال لانفيني راه هي موال لانفيني، والليميت ديال واحد على او اكس في موال لانفيني راه هي واحد على صفر بلس هي بلس لانفيني، و بلس لانفيني في موال لانفيني هو موال لانفيني. اذا دراسه الفروع اللانهائيه، في السؤال السابق حسبنا النهايه في بلس لانفيني وفي موال لانفيني، اذا نبداو بالنهايه في بلس لانفيني، لقيناها هي صفر. هندسيا ماذا يعني؟ يعني بان صافي يقبل مقارب، اذا لدينا ليميت ديال اف ديكس تساوي صفر، اذا صافي يقبل مقارب. كيفاش داير مقارب؟ هنا عندنا اكس تؤول الى زائد النهايه، اذا كيبقى لنا ايكغيك هي اللي كتساوي صفر، وايكغيك كتساوي صفر، هذا مقارب افقي. اذا مقارب افقي معادلته ايكغيك كتساوي صفر. في الحالة الثانية لقينا لدينا ليميت اف دو اكس تساوي موال لانفيني، بطبيعة الحال ليميت في موال لانفيني. إذا هنا ميمكنليش نستنتج بشكل مباشر المقارب، يعني خصني ندرس المقارب أولا الفرع الشجامي اللي غيكون عندي. إذا المرحلة الموالية كنحسبو ليميت ديال اف دو اكس على اكس في موال لانفيني هي الليميت ديال اكس ناقص واحد على اكس او اكس في موان لانفيني. واخا نتابعو معنا مزيان، هنا عندنا الليميت اكس ناقص واحد على اكس، هذه هي عبارة عن دالة جذرية. كيفاش كنحسبو الدالة الجذرية في لانفيني؟ كنديرو ليميت، كنديرو ليميت ديال اكبر حد على اكبر حد، اكبر حد عندنا هو اكس، كذلك في المقام. اذا غادي يجينا الليميت ديال اكس على اكس يعني هي واحد على واحد، هذه ملاحظه مهمه لان عوضنا بشكل مباشر عطينا الشكل غير محدد، وبالتالي غادي نسيهو. ف وعندنا الليميت ديال او موان اكس في موان لانفيني غتعطينا هي او بلس لانفيني، يعني غتعطينا هي بلس لانفيني. اذا نوضح لكم هذه بشكل اكثر. اذا لدينا هادي تساوي بلس لانفيني، علاش؟ لأن ليميت ديال إكس ناقص واحد على إكس بلس لانفيني، قلنا شنو هي ليميت ديال إكس على إكس؟ أي هي واحد على واحد، أي واحد، لأن هذا دالة جذرية. و ليميت ديال أو موان إكس بلس لانفيني هي أو موان لانفيني هي صفر، هي حنا قلنا في موال لانفيني هي او موال لانفيني، يعني غادي تجينا موان موان لانفيني، يعني او بلس لانفيني، و او بلس لانفيني راه هي بلس لانفيني. اذا بلس لانفيني في واحد بلس لانفيني. شنو كيعني هذا؟ لقينا ليميت ديال اف دو اكس على اكس بلس لانفيني كتساوي لنا بلس لانفيني. هندسيا ماذا يعني؟ يعني بان السقف يقبل فرعا شلجميا في اتجاه محور الأراتيب بجوار موال لانفيني، يعني هاد بجوار كتعني عندما يؤول اكس الى موال لانفيني. ننتقل الى السؤال الموالي، احسب الدالة المشتقة. إذا لدينا اف قابل للاشتقاق على ار، إذا اف بريم اكس تساوي اكس ناقص واحد او موان اكس بريم.
هنا ممكن نستعمل هذا التعبير هذا، وممكن نستعمل اكس ناقص واحد على او اكس، ومن الاحسن نستعمل اكس ناقص واحد على او اكس، لانه غادي يهنيني من داك ناقص اللي كتشكل مشكل بالنسبه للشقاق بالنسبه للمجموعه من التلاميذ. واخا اذا عندنا الشقاق على شكل يو على في، اذا هو يو بريم في موان في بريم يو على يو كاري او على في كاري. وعندي الاشتقاق ديال او اكس هو او اكس، اذا نحسبوا الاشتقاق. اذا اكس ناقص واحد بريم او اكس ناقص او اكس بريم اكس ناقص واحد على او اكس الكل او كاري. اذا اكس ناقص واحد بريم يعني هي اكس بريم هي واحد، اذا كيبقى لنا او اكس ناقص او اكس بريم راه ما كتغيرش هي او اكس عامل اكس ناقص واحد على او اكس او كاري. او اكس او كاري هي او جوج اكس، ذكروا بان او اكس ار راه هي او ار اكس. إذن دابا غنحاول نعمل، كيبان لي بان او اكس عندنا في البسط وفي المقام، إذن ممكن نعمل ونختزل باش نبسط الكتابه. إذن كنعملو بو اكس في البسط كيبقى لي واحد ناقص، في الحد الثاني كيبقى لنا اكس ناقص واحد، هادشي كامل على او اكس. او اكس راه هي او اكس في او اكس، هنا نفكها باش نبين لي اختزال. اذا غادي نحاول نختزلو بو اكس، كيبقى لينا واحد ناقص، كنحيد الاقواس اذا كنغير الاشاره، اذا واحد ناقص اكس زائد واحد على او اكس. اذا واحد ناقص اكس، اذا واحد ناقص واحد زائد واحد هي جوج ناقص اكس على او اكس. اذا هذه هي الداله المشتقه للداله اف. ننتقل الى السؤال 3 ب، اعطي جدول التغيرات. اذا حسبنا الداله المشتقه، بقى لي نعطي جدول التغيرات. اذا خصني نحدد اشاره الداله المشتقه. اف بريم دي اكس كتساوي 2 ناقص اكس على او اكس، او اكس كنعرفوها دائما اكبر قطعا من الصفر، اذا كيبقى عندي المشكل في 2 ناقص اكس. وبالتالي شنو تنقولوا؟ نقولوا لدينا او اكس اكبر قطعا من الصفر لكل اكس من ار. اذا اشاره اف بريم هي اشاره 2 ناقص اكس طبيعه الحال على ار. اذا كندير جدول التغيرات، نضع اكس اذا موال لانفيني بلس لانفيني اف بريم دو اكس. اذا اف بريم دو اكس تنعدم في العدد 2، اذا هنا كاين واحد الصفر. اذا على اليمين، على يمين 2 اشاره ا، هنا عندنا 2 ناقص اكس، اذا ناقص اكس يعني ناقص اشاره سالبه. وعلى اليسار عكس اشاره ا. اذا اف داله تزايدية وتناقصية على المجال 2 بلس لانفيني. إذا حسبنا النهاية في موال لانفيني، وحسبنا النهاية في بلس لانفيني. إذا النهاية في موال لانفيني لقيناها موال لانفيني، إذا عندنا موال لانفيني، وفي النهاية في بلس لانفيني لقيناها صفر. وهنا خصني ندير إشارة أو اف جوج، هنا اف ديال 2 عندنا الدالة اف دو اكس هي اكس ناقص واحد او موان اكس. اذا كنعوضو اف ديال 2، اذا هي 2 ناقص واحد او ناقص 2، اذا 2 ناقص واحد هي واحد، اذا واحد، اذا او ناقص 2، اذا تساوي او ناقص 2 ولا واحد على او كاري.
إذن هذا هو جدول تغير الدالة F. ننتقل إلى السؤال الموالي، أدرس تقعر CF. يعني التقعر كيقصدوا به التحدب والتقعر. إذن فين CF محدب وفين CF مقعر؟ باش يمكن لي ندرس التقعر خصني نحسب المشتقة الثانية. إذن حسبنا F بريم، إذن خصني نحسب F دو بريم. إذن F دو بريم ديال X كتساوي لنا جوج ناقص X على او اكس بريم. اذا عندنا التعبير مكتوب على شكل او على في، اذا هي او بريم يعني جوج ناقص اكس بريم او اكس ناقص او اكس بريم على جوج ناقص اكس على او اكس الكل او كاري. اذا جوج ناقص اكس بريم كتعطينا هي ناقص واحد، ناقص واحد في او اكس، اذا ناقص او اكس ناقص او اكس بريم ما غاديش تغير، جوج ناقص اكس على او اكس كاري. دونك نخليها مربع لان من بعد غنختزل بها، نختزل بو اكس، اذا نعملو بو اكس والبسط. اذا في الحد الاول كانت عندنا ناقص او اكس، اذا غيبقى لي ناقص واحد. في الحد الثاني او اكس عامل جوج ناقص اكس، اذا غيبقى لنا جوج ناقص اكس، هادشي كامل على او اكس الكل مربع. اذا كنختزلو بو اكس في البسط وفي المقام، كيبقى لي في البسط ناقص واحد ناقص، غادي نحيد الاقواس، غادي يبقى لنا جوج اقواس مسبوقه بعلامه ناقص، اذا الاشاره كتغير، اذا غتولي عندنا زائد اكس على او اكس. دونك او اكس اختزلنا بوحده، بقات لنا وحده. بعد ذلك عندنا ناقص واحد ناقص جوج هي ناقص ثلاثة، إذا إكس ناقص ثلاثة على أو إكس، هذه هي الدالة إف دو بريم. إذا خصني ندرس الإشارة ديال الدالة هذه. عندنا أو إكس موجبة قطعا، إذا إشارة إف دو بريم هي إشارة البسط، أي إشارة إكس ناقص ثلاثة على طبيعة الحال على R. إذا نحدد جدول نحدد فيه الإشارة، نضع جدول نحدد فيه الإشارة. إذا لدينا X ناقص لا نهاية زائد لا نهاية F دو بريم. إذا قلنا الدالة F دو بريم تنعدم، هي إشارتها هي إشارة X ناقص 3، X ناقص 3 تنعدم في 3. إذا على اليمين إشارة أ، يعني هي إشارة موجبة، ونعكس إشارة أ. إذن في الخانة الثالثة كنديرو تقعر CF. عندنا ناقص، دونك عندنا ناقص وعندنا زائد، زائد كتعني بأن المنحنى كيكون بأن كيكون عندنا تحدب، إذن هنا تحدب. وفي المجال ناقص لا نهاية ثلاثة كيكون عندنا بهذا الشكل هذا تقعر. ومادام الدالة اف دو بريم تنعدم في ثلاثة مع تغيير الإشارة، فهنا كيكون عندنا واحد نقطة انعطاف في ثلاثة اف ديال ثلاثة، وخا ما طالبينهاش منا، دونك راهي كاينة ثلاثة اف ديال ثلاثة. إذا تحدب تقعر. بون باش تعرف واش تحدب ولا تقعر، من هنا دونك كتشوف من التحت، من التحت شنو كيبان لك؟ كيبان لك راه تقعر، راه تحدب عفوا هنا، وهنا إلا شنا راه يبان لنا تقعر. السؤال الموالي، حدد إحداثيتي نقط تقاطع CF مع محوري المعلم. إذا تقاطع المنحنى مع محور الأفاصيل ومحور الأراتيب. بالنسبة لتقاطع CF مع محور الأفاصيل اللي هو OX، كيفاش كنديرو نحدوه؟ كنحدوه بحل المعادلة F دو X كتساوي صفر. الحلول اللي لقيت هي أفاصيل نقط تقاطع، دونك لقيت حل كنقول بأن نقط التقاطع هي إكس صفر إف ديال إكس صفر، اللي في الحالة غيكون صفر طبيعة الحال، لأن نقط التقاطع ديال المحور الفاصل كيكون الأرتب صفر. لقيت حلين كيكون إكس واحد صفر، إكس جوج صفر. إذا هنا لتحديد تقاطع CF مع محوري المعلم، نحل المعادلة إف لإكس تساوي صفر، أي تكافئ أن إكس ناقص واحد
عامل او ناقص اكس يساوي صفر، او ناقص واحد دائما موجبة قطعا، اذا كيبقى لنا اكس ناقص واحد تساوي صفر، لان او ناقص اكس دائما اكبر قطعا من الصفر. اذا تكفي ان اكس تساوي واحد. اذا او اكس تقاطع ديالها مع سيف كيكون في واحد النقطة اللي هي واحد صفر. تقاطع السيف مع او ايكريك اي مع محور الاراتيب. اذا السيف مع محور الاراتيب كيتقاطعوا في نقطة واحدة، يمكنش يتقاطع في اكثر من نقطة، اذا كيتقاطعوا في نقطة. هاد النقطة شنو هي؟ هاد النقطة هي صفر اف ديال صفر دائما. اذا صفر اف ديال صفر، اذا كنحدو اف ديال صفر، اف ديال صفر كنعوضو صفر، اذا هي صفر ناقص واحد او موان صفر. اذا صفر ناقص واحد هي ناقص واحد، او موان صفر هي او صفر، اذا كتجينا ناقص واحد، وبالتالي كيتقاطعوا لنا في النقطة صفر ناقص واحد. اذا نمر الى السؤال الموالي، انشاء المنحنى. اذا كناخذ واحد المعلم متعامد ممنظم، بطبيعة الحال اول حاجة كندير في المنحنى هي تحديد داك لي روبير اللي لقيت. اذا كنبداو بالمقاربات، دونك سبق لنا بشنا بان المنحنى يقبل مقارب معادلته إيكغريك كتساوي صفر. اذا قلنا إيكغريك كتساوي صفر هو محور الافاصيل ماشي الاراتيب. كاين اللي كيشوف إيكغريك هنا كيدير إيكغريك كتساوي صفر، هنا إيكغريك متغير، اذا ميمكنش ندير إيكغريك كتساوي صفر. كذلك عندنا نقط التقاطع ديال السائف مع او اكس لقينا هي في واحد صفر، اذا واحد صفر يعني في هاد النقطة هذه. نقطة التقاطع ديال السائف مع محور الاراتيب صفر ناقص واحد، اذا صفر ناقص واحد، اذا في هاد النقطة هذه. المنحنى ديالنا شنو داير؟ عنده كذلك نقطة انعطاف، دونك واخا ما طالبينهاش ما غاديش نديرها. اذا عندنا المنحنى من موال لانفيني طالع حتى لواحد على او كاري، واحد على او كاري الى حسبنا هاد النقطة هذه تقريبا غنلقاوها هي شي صفر فاصلة جوج. اذا عندنا جوج واحد على او كاري، اذا نحدو هاد النقطة هذه اللي هي جوج، اذا عندنا جوج واحد على او كاري تقريبا غتجينا واحد النقطة هنا. اذا شنو قلنا؟ قلنا المنحنى من موال لانفيني حتى لواحد على او كاري، حتى لجوج واحد على او كاري. موال لانفيني شنو عنده هنا في موال لانفيني؟ ضروري نفهم الجدول مزيان. شنو عنده في موال لانفيني؟ عنده فرع شال جامي في اتجاه محور الاراتيب، فرع شال جامي، اذا بارابول. اذا غادي نهبطوا للمنحنى ديالنا، اذا المنحنى طالع وعنده فرع شال جامي في اتجاه محور الاراتيب. اراتيب هو هذا، يعني فرع شال جامي كيكون بهذا الشكل هذا، يعني المنحنى غادي وكيبعد. اذا المنحنى كيكون هنا بحال الشكل هذا، طبيعة الحال يكون هذا الشكل هذا تقريبا، ويكون جاي لهاد النقطة هذه، ومن بعد طالع لهاد النقطة هذه زايدي، ومن بعد تيمشي لنا لهاد النقطة حتى لهنا. اذا هذه النقطة جوج واحد على او كاري هي هذه، انا نديرها بشي لون معين باش تبان. اذا هي هذه. من بعد شنو كيدير المنحنى؟ كيولي تناقصي فين؟ من داك النقطة هذيك حتى حسب المنحنى حتى الصفر. إذا شنو عنده في الصفر هنا؟ عنده مقارب. إذا من نقطة جوج واحد على وكاري هابط حتى الصفر، هابط مقارب، يعني هابط وتيقرب من هاد المنحنى هذا اللي هو المعادلة ديالو إكريك كتساوي صفر. إذا هابط وتيقرب ليه. إذا غيجي بحال الشكل هذا، غيجي هابط بحال الشكل هذا. المهم الرسم راه على قد الحال، تقريبا غيجي بحال الشكل هذا. هذا هو المنحنى ديالنا الساف. إذا في نهاية هذا التمرين هذا كنتمنى باش ينال الإعجاب ديالكم. لا تنسونا من خالص دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.